جينا وقفنا هنايا اليوم، حنا ماشي بلاصه، حنا ماشي هواة خروج الى الشوارع والهتاف وداكشي، نحن لسنا من هواته. حنا المكان ديالنا هو سبيطار، مراكز صحيه، الخدمه، المريض نأديو الخدمات ديالنا بسلم وسلام. حنا ما عمرنا خرجنا وغوتنا، وحنا ولينا خرجنا الا شفتينا خرجنا، الا خرجوا الاطباء يعني خرجهم الشديد القوي، خرجونا من الوظيفه العموميه. الوظيفه العموميه اللي ادينا فيها سنوات العمر ديالنا، يعني الربيع ديال العمر ديالنا اديناه في الوظيفه العموميه، ما خلينا فين خدمنا، المداشر، القرى، في كورونا، في اي حاجه، الباثولوجي، لاي حاجه كنخدموا فيها احنا دائما في الواجهه. اللي كاين في الواجهه هو الطبيب والممرض والتقني والمتصرف وكل شيء. مهم كل شيء هزوا 70,000 موظف عمومي رجع مستخدم، رجع مستخدم، حيدوه من الاطار الوظيفي ديالو ورجع مستخدم في اطار ما يسمى بالمجموعات الصحيه الترابيه. نحن لسنا ضد المجموعات الصحيه الترابيه، احنا مع الورش الملكي، وحتى حنا كنقولوا كباقي المواطنين عاش الملك، وحنا مع الورش الملكي، ولكن في اطار الحفاظ على المكتسبات ديالنا، على مكتسباتنا داخل الوظيفه العموميه. المشكل ديالنا اننا ما غنبقاوش نتخلصوا من الخزينه العامه، غنبقاو نتخلصوا من لي غوسيت اللي غتجيب جي اس تي. هاد جي اس تي هما المجموعات الصحيه الترابيه. كيف المجموعات الصحيه الترابيه تخلص 70,000 موظف وتخلصوا في اطار هاد التنافسيه اللي كاينه ديال الخصاصه والكلينيك وداكشي اللي كاين؟ واش هاد جي اس تي غتقدر تخلص من هنا، من هنا 3 سنين، 4 سنين، 5 سنين، تقدر تخلص هاد الموظفين اللي رجعوا بين عشيه وضحاها مستخدمين؟ حنا فاش خدمنا؟ خدمنا كموظفين عموميين، وما خدمناش كمستخدمين. ماشي تجي تخرج واحد مدوز 20 و 30 عام من عمره، كان موظف عمومي بين عشيه وضحاها، يخرج من الوظيفه العموميه، يخرج من سي ام اف، يولي مستخدم. نحن نقول لا والف لا. نحن مع جي اس تي في اطار الحفاظ على المكتسبات في اطار الوظيفه العموميه، وكنقولوا لا ولا للنصوص التطبيقيه اللي باغيين ينزلوا علينا القانون، القانون 15 و 16 من الماده 822 922 تنقولوا ليه لا والف لا. هذاك القانون تعتبر شطط وتعسف في حق الموظفين، فنحن نقول لا ولا والف لا. نحن بغينا نحافظوا على الاطار الوظيفي ديالنا وعلى المكتسبات ديالنا في اطار الوظيفه العموميه، ولا لتنزيل النصوص التطبيقيه. راه عادي باش ياثر علينا، لان نفسيا حنا مازمين، نفسيا حنا مازمين، لان حنا اللي اختارنا، حنا اللي انا مثلا اختاريت نخدم في القطاع العمومي، اختاريت باش نخدم مع الشعب، مع ولاد الناس، بغيت نخدم مع المساكين. انا جلست علاش درت، علاش انا اصلا ما مشيتش للخاص، بغيت نخدم مع الدراوش. لقيت راسي دابا انا جلست باش نخدم مع الدراوش، دابا هو الدراوش ما كاينينش، هاد الدراوش اللي غتخدم معاه انت راه مشى. ونفسيا راه كاع ماشي الممرضين، الاطباء، كلشي مازم، كلشي خدام في واحد الظروف اش غادي نقول لك. احنا بالنسبه لنا مأساة، مأساة بالنسبه للطبيب، مأساة بالنسبه للممرض، ومأساة بالنسبه للمريض اللي ما عارفش بلا راه هو راه مأساة، هو مازال ما عارفش شنو واقع ليه، وفرحان لهذا القصه بلامو، ولكن اخويا هذا لامو تضامن ما عطيناش الناس كاملين، وهذاك الناس اللي ما عندهمش اش غادي يديروا؟ هذوك اللي ما عندهمش ما عطينهمش لامو تضامن، فين غيمشيو؟ غادي يجيو حتى هما عند السبيطار عندنا حنا غادي يخلصوا؟ ما عرفتش هذا الشيء. واخويا اش غادي نقول لك، انا شخصيا لو كان بغيت نخدم في الخاص لو كان مشيت ليه براسي، هذه 30 عام كان بغيت الخاص وكان مشيت ليه. ديك القيسه في ديك الظروف اللي كانت مزيانه وغادي نخدم من داك الشيء، وعائله ديالي كلهم في الخاص، وانا بوحدي اللي اختاريت نخدم في العمومي، وكيخاصموا عليا كيقول لي علاش اش بغيتي بهذا العمومي، ولكن انا مشيت له عاشقاه للاسف. يا دي ومن العشق ما قتل. انا شخصيا كانوا عندي فرص باش نخدم في الخارج، عندي صحاباتي كان عندهم جنسيه فرنسيه كانوا غادي يخدموا في ظروف من داك الشيء، ورفضنا وقلنا بغينا حنا درنا الطب باش نخدموا في المغرب، ولكن للاسف حنا هاد الناس اللي اختاروا يعيشوا في المغرب يخدموا المغرب هما اللي دابا تيعاقبوهم. شتي شكون اللي كيتعاقب؟ كيعاقبوا دابا هاد الناس اللي فضلوا يعيشوا في المغرب. الناس اللي مشاو للخارج زمان راه مزيانين، حنا خسرنا نخدموا بلادنا، حنا اللي دابا كنتعاقبوا. القليله انا القليله خصني اقل الحقوق يبقاو لي، حنا ما طلبناش الماكسيموم، كان بغيت الماكسيموم كنخرج للبريفي نعيش بخير، ولكن ماشي لهذا الشيء فين واصل هكا انه يخرجك تولي ما بقيتيش موظف عمومي يقول لك اسيدي غيولي عندك السقف. انا دابا في السن ديالي 58 عام، ايوا غادي نخدم حتى ل 65 عام ويولي عندي السقف، اش من راه هذا الشيء؟ بغاو يخرجوا الطبيب
يخرج شي هما اصلا نقول لك هما ما غراتهمش انك هما بغاوك اما ديميسيوني باش تخرج بصفر درهم داير لك هاد الحصار داير لك هاد لا بريسيون باش تخرج صفر تخرج بصفر درهم واما انك سيدي غادي تهاد 3 سنين ديال جي اس تي يهرسوا لك الراس باش تخدم عند مشكره بجوج ريالات هما عندهم عينهم فيك باغيك تخدم ولكن باغيك تخدم باطل خويا هادشي اللي انا بعدا شخصيا ما نخدمش عند مشكره واخا نعرف نمشي نبيع النعناع انا شخصيا ما نكذبش عليك نمشي لشي راس شي جبل انا ما عندي حتى شي مشكل كنت باغي الفلوس كنمشي لهم زمان ولكن ما نخدمش من عند مشكره بهاد لان مشكره ما غادي يجي يقول لي على الشريفه انت يا لاله كتقيدي الدواء غير خشنه هادشي لاله انت ما كطلبيش التحليلات لاله صيفطي للكلينيك انا ما يمكنليش نخدم بهاد الطريقه هادي كون بغيت نخدم بهاد الطريقه هادي كون خرج زمان البريفي وللاسف وهادشي غياكل الدق الطبيب غياكل الدق الفرملي وغادي ياكل الدق المواطن ومازال ما عارفش شي مواطن حتى هو مازال ياكل الدق ومازال ما عارفش هادشي الشكل النضالي ان شاء الله ديال الفتره مرة اخرى ان شاء الله غادي نديروا واحد الشكل اخر نضالي لهذا سنصل الشكل الناشئ الوطني.